كيفية التعاون مع البنك المركزي في التمويل العقاري؟ هي بدأت بالبنك المركزي لكن بعد كده تحولت لوزارة المالية، ومن وزارة المالية حاليا هي وزارة الإسكان. المبادرة ما زالت قائمة، ما فيش حاجة بتقول إنها توقفت، المبادرة ما زالت قائمة، ولكن مش بال يعني بنسبة كام في المية بيتم التعامل عليها؟ حجم الوحدات المتاحة داخل المبادرة في الوقت الحالي، سواء بنتكلم على محدود الدخل أو متوسط الدخل، بقى محدود بشكل كبير. اللخبطة اللي حصلت في أسعار العقارات في الفترة اللي فاتت وأسعار الخامات اللي داخلة في الإنشاء العقاري اختلفت بشكل كبير، فما بقتش في يعني بنتكلم في محدود الدخل، حجم المطروح مش زي ما كان بيطرح في الأول قبل كده، بقى أقل كتير. بالنسبة لمتوسط الدخل، الشروط اللي كانت محطوطة لسعر الوحدة والمساحات وإنها مشطبة وبحد أقصى لسعر معين، ده ما بقاش متاح لا من خلال المشروعات الحكومية ولا بقى من خلال مطورين. يعني بقى نادر جدا لما تلاقي وحدة ينطبق عليها الشروط بتاعة المبادرة ويعرف العميل ياخدها بالسعر المحدد في المبادرة. ده معناه إن الإقبال قل خلال الفترات اللي فاتت، وإزاي أنتوا كشركات تمويل عقاري بتتعاملوا مع تراجع عدد العملاء؟ لا هو عدد، بص خليني أقول لحضرتك برضه دي نقطة مهمة جدا، كويس حضرتك سألتني. إحنا عندنا منتجين أساسيين دلوقتي في التمويل العقاري، منتج عميل بيشتري عقار أو منتج مطور عقاري بيبيع محفظة مدنية. منتج عميل بيشتري عقار انخفض بشكل كبير ودرامي واضح، يعني إحنا لو بنتكلم لغاية شهر 5 البنات المتاحة اللي هي نهاية شهر 5، حجم التمويلات العقارية اللي تمت من خلال الشركات حوالي 7 مليار جنيه، منهم 6 مليار جنيه تمويلات محافظة عقارية ومليار جنيه العملاء الأفراد. ده معناه إن النسبة تقريبا بنتكلم في حوالي 15% أفراد والباقي مطورين عقاريين أو محافظة مدينية عملاء. دي نسبة مرتفعة بالنسبة للمحافظ، ما كانش موجودة قبل كده، بتزيد كل سنة بسبب ارتفاع أسعار الفايدة، والعملاء بتقل لان بقت التكلفه كبيره عليهم. يعني برضو بالارقام هقولها لحضرتك، العميل اللي كان عايز ياخد 100,000 جنيه 1000 جنيه من سنتين ونص كان بيبقى متطلب دخل 3000 جنيه. النهارده نفس العميل اللي عايز ال 100,000 جنيه متطلب منه دخل 6000 جنيه. دول كان بيسددهم على 10 سنين تقريبا يعني بنتكلم في حوالي 6000 جنيه او 5000 جنيه في الشهر. النهارده نفس الوحده ما بقتش موجوده ب 500,000، خلاص سعرها اتغير عدت المليون جنيه، وفي نفس الوقت العميل دخله ما زادش بنفس النسبه، وبناء عليه ما بقاش قادر ياخد هذه الوحده. فبقى المتاح من الوحدات اللي تصلح للتمويل من خلال المبادرات محدود بشكل كبير.